أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا جميعا. أي بلد كدعم القناة وكيشغل القناة الله يخليكم، فعلوا داك الجرس، اكسيفيو لا كلوش باش توصلوا بالجديد ديال القناة، لأن هاد الميدان ومشوار ديال الهجرة والعيش بكندا بطريقة مشروعة أو قانونية كتبغي دائما تكونوا على اتصال وتكونوا توجور تكونوا دائما أجور. كيف اليوم؟ لأنه وقعت كيف في الحلقات السابقة الناس على باب كندا، الويبينار ديال الرباط اللي كيحكم افريقيا، التشغيل اللي عملته الحكومه الكيبيكيه ديال كيباك، الناس اللي تسجلوا فيه كانوا في اماكن محدوده. يعني خصكم تكونوا دائما اجور ملي توصلوا ب لاكتيفاسيون، توصلوا بجرس، دخلوا وشاهدوا لانه مهم. حتى العنوان اللي كنحط وكنكتب راه ما كنكتبوش مبالغه او لاستقطاب، لانه هو كيعبر فعلا على الحلقه. كيف الحلقه ديال اليوم غادي تشوفوا خبر مهم جدا. مرحبا بكم في قناه باب كندا. مهم، كاين واحد الصالون تشغيل منظمه وزاره الهجره ديال كندا، ايميغراسيون سيتوانيتي كندا، وي كيف كتسمعوا كندا، وزاره الهجره ماشي وزاره الصناعه ولا السياحه، وزاره الهجره اللي منظمه. هاد وزارة الهجرة علاش منظمة؟ منظمة لاستقطاب عمال بكندا. الناس اللي متبعين الحلقات ديالي من كندا مرحبا بكم، والناس اللي خارجة من كندا غادي تشوفوا معايا في الإجراءات وفي الطريقة كيفاش تسجلوا في أسرع ما يمكن، لأنه غادي تعمل نهار 10 فيفري 2021، لو 10 فيفري 2021، هذا آخر ما يكون توصلنا به اليوم. كنعطي لكم كسابقة، وكنتمنى قنوات الاخرين ياخذوا المعلومه ويعموها تاهم، من يشوفوا المعلومه في قناه باب كندا يعموها الناس الاخرين، ما عندي حتى شي مشكل، لان الهدف ديالي انا هو كلشي يستفد وفي اسرع ما يمكن، ان الاماكن تاهم محدوده وتضعفوا الحدود ديالكم. دائما الشروط اللي خليكم سيفي، السيره المهنيه على النموذج الكندي ضروري، لا ابالغ ضروري، لان غادي تشوفوا من يسجلوا غادي ديرو هذا فيرتوييل منظمه مينيستير دي ميغراسيون سيتوانيتي ميغراسيون كندا. هادي كتهتم بشكون؟ كتهتم، لا تهتم بالمواطنين الكنديين، تهتم بالمهاجرون ولا المقبلون لي كونديدا ولا المقيمون. انا كيبقى المقيم راه اجنبي، مقيم دائم ريزيدون بيرمانون في القانون راه اجنبي، ترافايور تمبورير ولا ترافايور افيك ان بيرمي ترافاي ولا ايتيديون اجنبي، طون ان ما عندكش جنسيه كتعتبر في القانون ديال الهجره اجنبي. يعني وزاره الهجره هي اللي عندها لو بوفوار عليك، على المقيم ريزيدون بيرمانون، على جميع الفئات هي اللي عندها البوفوار عليه، تقدر ترحلو تقدر تخليه. وي ان الانسان اللي عنده جنسيه ماشي وزاره الهجره عندها لو بوفوار عليه، ما غاديش ترحل واحد بلادو هنا بهذا المعنى. اذا هذه الوزاره اش درت هذه المقدمه باش تعرفوا شكون كتخاطب. ندخلوا للموضوع الله يخليكم، وفي اسرع ما يمكن، نعم في اسرع ما يمكن. كيف كتشوفوا ايميغراسيون اي امبلوا او كندا لو 10 فيفري 2021 سالون فيرتوييل دو لامبلوا ار دي كندا تروفي ان بون كانديدا لو بروشان سالون فيرتوييل دو لامبلوا اورا ليو لو 10 فيفري 2021 10 فيفري بالنسبه للدول العربيه، مرحبا بكم اي بلد. Les inscriptions débutent le 29 septembre 2021. Réservez votre kiosque virtuel. Hada ki khatab juste nas. Ki khatab mouchghiloun ou li kandida moutarchihoun. Tansah nas li kisma'u al halaqat min dakhl Canada ou li men kharij Canada. Sajlou raskoum sirtou ra kaynin nas dakhl Canada ma kaynin chi wahdin ربما kibghi yghir al amal ou la mouchkil chcharika ma corona anda mouchkil ghir hada fursa lik. والناس خارج كندا حتى هم هتشوفوا في الفورميلار من بعد الناس كيفاش شكون كتخاطب. امبلويور ريزيرف بوت ستاند، هادو كيتكلموا مع لامبلويور، تقول لي وي لامبلويور سي بون. شوفوا معايا مزيان، ايميغراسيون سيتوانيتي كندا ماشي وزاره السياحه ولا وزاره الصناعه، وزاره الهجره. اش كنأكد حتى وزاره الهجره تخاطب الاجانب والمقبلون على الهجره، لا تخاطب المواطنون. Adjou chercheur d'emploi. Inscription. Qui les provinces. Ressources. Adjou inscription. Candidat. Mouhim. Darouri. Ouf asra. Ma yumkin. Aït amel virtuel. Yanni. Tkadrou chalkou fait. Mil beled dialkou. Atkou li alèche. Léna. Adkouchi. Koulchi. Adhalakat. Li kisbou. Bab Canada.
كنقول لكم وجدوا السي في السيره المهنيه لا ليتر بريزونطاسيون تكونوا اللغه اختبارات وجدوا راسكم لان القادم كاين المزيد والمزيد قادم بحال اليوم هذه كنظن غادي تشوفوا اول مره على القناه وغادي ننصحكم غادي نحاول نعملها باش تخرج في اسرع ما يمكن باش تسجلوا وتاخذوا وقتكم السيتياسيون هذه ميسيو مدام ماشي كله ايميل ديالكم مود باس تليفون كلشي اش غادي تعملوه شوفوا معايا مزيان هنا شكون كتخاطب شوي سيتويان كنديان سيتويان ريزيدون بيرمانون جي اوبتيني ما كونفيرماسيون دو ريزيدونس الناس اللي يلاه خايدين لا كونفيرماسيون ديتونور دان بيرمي دو ترافاي عندك بيرمي دو ترافاي كاين الناس اللي عندهم بيرمي دو ترافاي فيرمي اوفير قدم سجل ديتونور دان بيرمي دو ترافاي فاكونس تكلمت عليه بي بي تي كاين اتفاقيات مع شي دول منهم فرنسا والاتحاد الاوروبي تقدروا تجاوب بهذه الطريقه علاش كنسال الناس اللي عندهم جنسيه انت من دوله عربيه وعندك جنسيه في اوروبا ولا المدام ولا المسيو ولا بو نابورت راه كاين هذا البرنامج هذا وسهل ايتيديون انترناسيونال لي ايتيديون تاعهم اللي كيسمعوا الحلقات قدموا بغيتو تاخذوا اقامه دائما من بعد ريفوجي لاجئين تاعهم الناس في دول عربيه ولا دول عندهم لوجو جو سوي اون بروبيكسيون جو ديزير وي سي سا اسمح لي ما كنشوفش مزيان مع الضو جو ديزير ايميغري او كندا صافي جو ديزير ايميغري او كندا هذه هي المهمه كتخاطبكم نتوما عندي الرغبة للهجرة بكندا غادي تكليكيو عليها نتوما بحال هكا وي باش يعرفوكم انت راك خارج كندا داخل كندا عندكم هذه هي مكتوبة جو ديزير ايميغرو كندا بدولة عربية تقدروا تعملوها هي انجليش شوفوها معايا مزيان ولا تردوا بالإيجابية يعني تكتبوا انك راك باغي تهاجر الى كندا كخاطب الاجانب كنتمنى لكم حظ سعيد فوت نيفو نيفو دو فورماسيون شنو عندك شوفوا نتوما اش عندكم و شيرشي ان امبلوا دون كيل تيريتوار هنا غادي نهضروا في المعقول شوفوا نتوما الناس متمكنين من الانجليزيه باش تعرفوا راه كاين المقاطعات هذه البرتا انجليزي احسن لك مانيتوبا بجوج اونتاريو تاعهم بجوج تيريتوار نور ويست تكلمت عليها كولومبي بغات انك تكلمت عليها نوفو برونزويك ساش كوان تكلمت عليها يوكان هذه كاينه في المنطقه الشماليه اي برانس ادوار تكلمت عليها نوفيل ايكوس ترناف لابرادور حتى هي نونافوت حتى هي شوفوا نتوما فاش متمكنين لان غادي تعملوا مقابلات لا تقبلتوا تعملوا مقابلات مع المشرقين اونلاين هذه راه وزاره الهجره اللي منظمها مينيستير دي ميغراسيون سيتوانتي ايميغراسيون كندا اسريو كتب دو امبلو وشيرشي كلشي كاين هنا كلشي حنا راه كنتكلموا حنا في جانفي 2021 بزمان كورونا والفاكسيناسيون كلشي وزاره الهجره ديال كندا كتنظم هاد الفيرسيوال للتشغيل واستقطاب عمال يعني كدعم الاقوال اللي قلناها في الحلقه السابقه دائما راه محتاجين الاجانب راه ليميغراسيون سي با ان شوا في كندا سي اون اوبليغاسيون كنقولها دائما ماشي اختيار الزامي باش الدوله باش ليكونومي كلشي كينطلق Pour votre intégration professionnelle, est-ce que vous collaborez dans l'organisation Bon, on va dire Jobo, je n'ai pas d'intégration, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas BZEF. Premier choix, deuxième choix, trait de personnalité. Allez, on va dire là. On a un endroit pour le psychotechnique. Parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Choisissez trois traits de personnalité. غتقول لي علاش كيسولوا هاد الاسئله غادي تفهموا علاش راه تكلمت في حلقات بون اوداسيو اوتونوم كالم ثوازيام شوا كنت تكلمت في حلقات قلت لكم راه الشخصيه كتلعب دور هادي راه لو بوفوار ديال لاجون دي ميغراسيون ديال الار اش كيشوف الشخصيه راه كاين ناس قلتها في حلقات كيقول لك كيفاش انا عندي ميتريز عندي لي لونغ عندي هادي وسا مارش با هاد كندا باش تقبلني وي كاين شي حوايج منهم الشخصيه الشخصيه ديالك ما كتلائمش المجتمع الكندي سي فري كاينه في القانون عنده هنا في كيدخل البوفوار ديال لاجون دي ميغراسي يوافق لك ما يوافقش لك عنده 10-15% يرفضك سي فيني ها هو هذا سؤال بسيكوتكنيك شوزي سي فو كومبيتونس اكسبتاسيون تو سا اش غادي ديروه ريزو لينكن فيسبوك ديالكم شوزي ان فيشي هنا غادي تدخل السي في نرجعوا له تقول لي دائما كتكلم لنا على السي في سيرم وي ها هو هو اللي كيغوبريزونتي الشخصيه ديالك حيت غادي يشوفوا السي في ديالك السيره المهنيه
النموذج الكندي. جاكسبت ام نوت روبوت، سو با روبو. غتعملوها انفوي، سهله واسهل ما يكون. غادي تملؤوها ها هو. غنخلي لكم الرابط ديالها مباشره. كنتكلموا في ايميغراسيون امبلوا كندا. اسرعوا اسرع بما يمكن، لان هذا صالون استقطاب عمال اجانب وناس مقيمين في كندا، كتخاطب الناس في كندا وخارج كندا. شوفوها مزيان فاسرع ما يمكن، لان هذا غادي يكون فيرتوال وفي حدود اننا قبلوك تقبلتي، لان كيكونوا لي زاجون دي ميغراسيون اون بيرسون، كيكونوا حاضرين ممثلين ديال وزاره الهجره والمشغلون الشركات قبلوك، راه كيديروا معاك الاجراءات اسرع ما يمكن. كنتمنى ها هي ايميغراسيون روفيجي سيتوانيتي كندا. كنتمنى لكم حد سعيد. هذا راه موضوع يلا خرج جديد فريش. بالتوفيق لجميع من سوج جعموا القناة وفعلوا الجرس اللي يخليكم. ودائما نخصكم كيف قلنا قبل ما ساليو اتصال المحامي ديال المكتب تابع المحاماة اللي كيتعامل مع القناة، معتمد مومبر هيئة الكندية بكندا. رجعوا للسيت ويب ديال القناة، راه كاين كيفاش تتصلوا، تعمروا الفورميلير، نخص الاسم ديالك الكامل ومعلومات الشخصية وكل شيء عليك، حيت غتوصل بفاتورة فاكتور بيلز بالاسم ديالك، فيها رقم ضرائب هنا تي بي اس تي بي كيو في كيباك، وفيها رقم المحامي اللي غادي يعمل معاك، نيميرو دو بارو تقدر تقدم به وتدليه في الملف ديالك اللي احتاجيتيه باش تعرف مع من كتعامل. شكرا لكم والى اللقاء.